هاي رنا مخول مثلا عم تسأل ليش بتحكي عربي؟ حبيبتي هاي لغة المحتل، العرب قبل 1400 سنة احتلوا سوريا، فاليوم لما فاتوا على سوريا لحتى تعرفوا هاي القصة منيح انتوا، لأنه دفعات حزب البعث، فحزب البعث شو بيشربكم؟ بتحفظوا بصم وبتصيروا بتهللوا بدون ما تجربوا ترجعوا للتاريخ. سوريا هي نسيج متنوع، فيه سريان وفيه آشوريين وفيه شركس وفيه دروز وفيه إسماعيليين وفيه أديان وفيه أعراق مختلفة لقبل 1400 سنة، وكان فيه شوي عرب، في قبائل عربية نزحت إلى سوريا. جاءوا العرب احتلوا سوريا تحت مسمى الإسلام، بدهم يفرضوا دين جديد جاي. السريان بهداك الوقت كعادة السوريان وكعادة سوريا بشكل عام، الشعب السوري مثل ما نحن اليوم منحب الكل ومنستقبل الكل ومنحب نجرب إذا في شيء، نحن منفتحين على الآخر. يعني أوكي في دين جديد طالع، شو ما كان هذا الدين إن شاء الله يكون ملحد، طيب أهلا وسهلا، هذا رأيه حر فيه. فالسوريين استقبلوا العرب القادمين، استقبلوهم بحلب، طبعنا لهم أول طبعا للقرآن، ما كان عندهم المسلمين قرآن على سبيل المثال، طبعنا لهم بمطبعة حلب، السريان طبعوا، الكهنة الآباء السريان هن طبعوا أول طبعة للقرآن، هيك استقبلناهم نحن بهي الطريقة بفكرهم هن، مثل اليوم تماما عم تتكرر الأسطوانة، يعني ولا كأنه تغيرنا شيء بعد 1400 سنة. شوفي اليوم مثلا بتلاقي ألمانيا فتحوا أبواب للجوء، واللي استفادوا اللاجئين المسلمين أكثر من المسيحيين بكتير، ماشي؟ بيجي شو بيقول لك المسلم بالعربي بيكتب بالعربي، بدهم يستوردوا خبراتنا وطاقاتنا. انت شو عندك خبرات وطاقات؟ معظم اللاجئين معظمهم 90% منهم ما معهم سادس، لك ما معهم تاسع، ما معهم شيء، ما عندهم خبرات، عم يخلفوا اولاد ويقبضوا على الراس برا، عم قاعدين بالبيت بيتجوز وحده او تنتين ثلاثه، بيسجل الاولاد كلها على وحده، بتلاقي عنده هيك 10 12 ولد، عم يقبض عليهم من الدوله على كل ولد 1000 دولار وعايش. اي طاقات وخبرات اخذتك المانيا مشانها؟ في نكران للجميل، في عدم شكر للمعروف اللي بينعمل معهم. فبنرجع للصبيه بيت مخولي اللي سالت اللي بتحكي عربي، فاندمجوا معنا واندمجنا معهم، وصلت المواصيل انه خلص هن معتبرينا الغزوات، هن معتبرينا غزوات ومعتبرينا فتوحات. فتوحات من شو يا حبيبي؟ بتجي بالتاريخ تدرسي تلاقي فتوحات الإسلامية، فتوحات من شو؟ شو كان مسكر بالضبط وفتحتوه؟ شو كان ناقص وكملتوه؟ شو الحضارة اللي ضفتوها لسوريا؟ سوريا بلد عمرها 7000 سنة. هلا ممكن الأخوة المسلمين يتحسسوا من كلامي، ما فيك تتحسس، أنا ماني ضدك أنت ولا ضد دينك، ولكن هاي قوميتي، هاي سوريتي وهاي ديني، فبدكم اليوم نشيل كل هالأمور على جنب وندفن التاريخ اللي بنعرفه كتير منيح قد ما غيرتوا فيه، جاهزين ولكن اعملوا لنا دستور وطني يساوي بين الكل. أما بدك تجي أنت اليوم تسلم لي القبيسيات توعية النساء بالبلد، وتسلم لي التجمع الديني الشبابي عاملين لي مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزير الأوقاف يصير فوق وزير التربية والتعليم وفوق وزير الصحة، وتيجي تقول لي أنت لا تحكي بالدين؟ لا مو على كيفك، أنتوا هذا تصرفات طائفية بالبلد، هذا دستور طائفي بالبلد. بيجي لعند فقط اذا بيطلع صوت مسيحي، شوف شو ما طلع، عادي سنة وشيعة بيقبروا بعض 1400 سنة، الدم بيوصل للمريخ عادي، هن متعودين على بعض، بس صوت مسيحي يطلع ما في ليه؟ خير ان شاء الله، خير معاقين ولا مثلا كنا نقرط بالاحرف، ما بيطلع معنا احرف صح ولا شو القصة بالضبط؟ ليه بيحق لك ما بيحق لي مثلا؟ من اي باب؟ قمع وقتل وسيف ولا من اي باب بالضبط؟ اذا اقناع تع اقنعني، تعال لي بيجيك مثلا حدا عربي بيقول لك بسوريا نحن دخلنا لكم الحمامات مثلا، حمامات شو هي؟ لك انتو اجى الرسول الكريم، وعيد مبارك للاخوه المسلمين محتفلين بالعيد المولد النبوي، اجى الرسول علمكم كيف تمسحوا افاكم بالحجر؟ انو حمامات دخلتوها لسوريا هي؟ سوريا وقت اللي كانوا الاباطره بروما يستعينوا ببنائين بسوريا، كنتوا كلكم على بعضكم لسه ما بتعرفوا الاتجاهات والبوصله كيف بتكون؟ بيجي واحد شو بيقول لك؟ بيقول لك نحن اعطيناكم عملنا لكم حضاره، حضاره شو عملتها لسوريا؟ ما هي هي البشعه. بتلاقي هلا مثلا بالمانيا، المانيا استقبلتهم حوالي مليون لاجئ،
اوكي 90% منهم مسلمين، هن واطفالهم عالجوهم وطببوهم، الميديكال المجاني، الاكل مجاني، عطوهم شيء السعوديه ما بتقدم لهم اياه، لك تركيا ما بتقدم لهم اياه، مين بدكم بلد اسلاميه؟ ما بتقدم لك الشيء اللي اعطتك اياه دول برا. بتلاقيهم كفار وسافرين وما تتغطوا وروحوا انقبروا وشوفوا ريحتهم وبياكلوا خنزير ونحن ما بناكل ونحن اشرف الخلق. شو هالمنطق هاد؟ رايح عالم عم تصرف عليك، مينيموم انك انت تروح تطور حالك، تدرس وتشتغل لترقي من هالبلد اللي استقبلتك. اقل الشعور الانساني والاخلاقي اللي المفروض يكون موجود بدينك، ما انت بتقول اتينا نتمم مكارم الاخلاق، من اول الاخلاق انك تشكر ايد مدت لك وتحاول ترد لها الجميل. رد الجميل لهي الدول بيكون بدراستك وبعملك بانك تطور فيها، مو انك تجي بتاخذ منهم وبتعتبرها انت مدري كيف، بتتخيلها انه هن لهم مصلحه يدفعوا لك. وهذا الشيء، هذا الشيء بتلاقيه نحن هلا، مثلا انا بتلاقيني عامله حمله، عم لبس اطفال. في بعض الاهالي هذا الفكر ال 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 عفوا بالكلمه، ولكن فكر واطي متشربينه. لو ما انا سارقه ما بتعمل حملات، لك مزبوط في جمعيات حراميه، في منظمات حراميه، بس ما بتقدر كل حدا بيعطيك تقول عنه حرامي. ما انا بقدر ببساطه اقول لك انقلع، ما بدي اعطيك، شو لك علاقه فيني؟ بيجي واحد تاني شو مصلحته ماجي خزام؟ اجنده؟ ليش بده يطالع مصلحه لماجي؟ لانه ما بده يشكر. خلص في ثقافه، هي ثقافه دون بتقول للناس انه انت خود وورجي انه ولا من نيتك. هي الثقافه ما أنا من ضمن نسيجنا السوري، ولكن للاسف تشربناها. هلا بيزعلوا، مو كل شيء من العرب، في عرب اوادم وفي عرب كويسين، انا ما بعمم، ولكن بدي احكي الحق. ما بقدر انا نقعد ونطبل امي عربيه واحده، وين هي امي عربيه واحده؟ بنرجع لحتى احكي بدقه اكثر. فطبعنا لهم القران اوكي بسوريا بمطابع بحلب، فكانت اول طبعه للقران تطبع، وهذا الشيء بيشهدوا عليه لليوم شيوخ المسلمين، كان القران يحفظ بصدورهم ما عندهم طبعات لإله. اللي بيجي بيقول لك اليوم بكل بساطه، بيجوا اليوم احفادهم بيقول لك انجيلكم محرف ما عرفتوا تحفظوه، لك يا حبيبي قرانك نحن طبعنا لك اياه، كيف بده يكون انجيلنا محرف؟ قرانك لولا المطابع اللي بحلب ولولا الاباء الكهنه السريان اللي بحلب ما طبعوا لك اياه، ما عندك قران انت محفوظ بصدوره، طبعا ما انه سهل ينحفظ القرآن. فبعد ما دخلت الغزوات العربية وصار شبه احتلال لسوريا، ولكن احتلال ما عاد اسمه احتلال. ليه؟ لأنه صرنا نسيج واحد تماما. هلأ بعد حوالي مثلا 20 سنة ممكن تلاقي ألمانيا كلها عرب، وممكن تلاقيها كلها مسلمين، ما احتلوها، ما مسكوا سيف، ولكن احتلال، غيروا كل معالمها. هن استقبلتهم بس ما شاء الله بيخلفوا كتير. فطبيعي يعني لما انا عندي ولد واحد وجارتي عندها خمسة، الثانية ستة سبعة، اثنين جيران بحارة بيحتلوها، هلا صحتين على قلبهم وربنا يزيد نسلهم، القصة مانا هيك. بس بكره يجي حدا يعني فجأة انا نفسي اللي حويت ولادك ولبستهم وطعميتهم ودرت بالي عليهم وقلت امهم ميتة لحتى اصرف عليهم، انت عم تكبرهم لحتى يقتلوا ابني، عم تكبروا تقول لهم هذا بيعبد صليب روح اقتله، بس تكبر انت هذا بقتله بتفوت الجنه. كثير بشع القصه، انا عم حس حالي غبيه. ورغم هيك لليوم مستمره باللاذقيه وطرطوس والسلاميه وبجرمانة، ماني حافظ المناطق، بانياس، هدول كلهم غير مسيحيين، بيجي بيقول عني طائفيه. انا الاطفال معي 1500 طفل، 1000 منهم غير مسيحيه على فكره، ولكن ما بقولها. ليه؟ لانه مالي جميله، انا هي مبادئي ومعتقداتي اللي بقومها وبعمل فيها وبحسها واجب مني. بيقول لك ليه بتحكي عربي؟ روحي ارجعي للتاريخ يا حبيبتي وشوفي كيف حطوا ممنوع اللغة السريانية. لليوم شوفي تركيا بتستقبل أي لغة، بيحكوا إنجليزي، بيحكوا فرنسي، اللي بدك، يا ممنوع تحكي سرياني. بسوريا ممنوع بالمدارس يفوتوها حصة سرياني، ممنوع بالكنائس صلي سرياني، ممنوع تداول السريانية. ليه؟ بتفضح عيوب كتير موجودة باللغة العربية، اللغة العربية مأخوذة من السريانية. يعني اليوم بيقول لك ليه عم تحكي عربي؟ مين قال لك إنه هذا عربي؟ نص الكلام بالنص سرياني هاد. ولكن جرى في تغيير. هلا أنت ما بتعرفي مشكلتك، مشكلتك أنت كونك ما بتحكي غير لغة عربية. إذا عندك عقدة نفسية حاسة حالك دون بدون هي اللغة، إذا شلحوك اللغة أنت بتصيري نكرة ولا شيء. مو مشكلتي أنا،
انت لو سمعتني اتكلم سرياني حتقول لي تتكلم كانك بتتكلم سوري، وهذا حقيقي. اصلا كلمه سوريا هي سوريويو يعني سرياني بالغربي، سوريايا يعني السرياني بالشرقي، سوريايا هي سوريا. والشعب السوري الاصيل هو شعب سورياني في الحقيقه يعني. فالان نقول سريان كلدان اشور واحد، اللغه واحده، قول انه فعلا نحن اخذنا الابجديه من اللغه السريانيه. وهذا ذكره البلاذري في معجم البلدان، انه اجتمع نفر من العرب وقاسوا الهجاء، عفوا فوضعوا الخط وقاسوا هجاء العربيه بهجاء السريانيه. لغتنا العربيه او حروفنا العربيه ما تطورت التطور انت شايفه الان غير بعد عصور، لما وضعت النقاط ولما جاء الحجاج بن يوسف الثقفي وبعدين جاء ابو الاسود الدؤلي وضع النحو وغيرها، لكن الحروف ما ظهرت غير في القرن الرابع الميلادي، بينما السريانيه ظهرت تسبقتها باكثر من 1000 سنه. وبالمناسبه احنا عندنا في ناس يقولون عكس هذا الامر، في ناس يقولون العربيه هي الاولى، في ناس يقولون ذلك، في ناس يسموها اللغات العروبيه، في ناس يقولوا انا سالت الدكتور حسن ابو الحسن تسميها اللغات العروبيه، قال انا افضل اللغات الساميه، وهذا الاسم الحقيقي. اما ان اللغه العربيه هي ابو اللغات وغيره، حندخل حتى في موضوع طب مين العرب؟ طب مين اول ذكر للعرب؟ طب هل سيدنا ابراهيم كان عربي؟ انا امير سيدنا ابراهيم كان كلداني، ولد في اور 1815 قبل الميلاد، كيف يكون عربي؟ لاحظ ان القران الكريم هو اول كتاب عربي. القرآن الكريم هو أول كتاب عربي. العربية اللي أتكلم بها أنا وأنت الآن هي عربية في رأيي، هي عربية عبارة عن مزيج بين العربية الجنوبية واللغة السريانية.